زحمة عليكم. لا زحمة رحمة. لا 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 ما في زحمة. بالأمس ارتفع مناسيب نهر دجلة مما أدى إلى قطع جسر الشرقاط نتيجة الأمطار والسيول القادم من نهر الزاب ونهر دجلة. احنا نطلب من الحكومة أنه يعني فرد مسألة بسيطة جدا، يعني ما تقدر تجي وتشوف معاناة هذا الناس، ما أحد يقدر يجي يزورنا، ما أحد يقدر يشوف حالتنا.